هي سيارة إسعاف مجهزة بكل اللوازم الطبية الضرورية التي يحتاجها المريض داخل السيارة. قام محسنون باقتنائها لنقل المرضى مجانا هنا ببلدية سيدي قادة. ساهموا فيها قاع المواطنين، وساهموا فيها الناس من خارج البلدية ومن داخل البلدية. ولهذا والحمد لله اليوم وفقنا ربي وجبنا السيارة هذا لنقل المرضى مجانا من ولاية إلى الولاية عبر التراب الوطني إن شاء الله، وبفضل الشعب تاع سيدي قادة وخارج الشعب تاع سيدي قادة الذي ساهم في هذه المبادرة الطيبة. مبادرة طيبة كانت قبل أشهر حلما لسكان المنطقة لتصبح اليوم واقعا استحسنها الجميع. هي المبادرة الثانية بعد تبرع المحسنين بسيارة لنقل الموتى. نشكر الشيخ يوسف محمود المبادرة الخيرية هذه ومبادرة السيارة، ونشكر كل الطاقم اللي رافق وفد السيارة من مؤسسة الجيش للتصنيع والتركيب. أن أحد المحسنين تبرع لنا أولا بالسيارة لنقل الموتى، أكثر عليها الضغط وصارت تنقل المرضى، فبدأت فكرة أن نقتني سيارة إسعاف تكون مهيئة لنقل المرضى. كما لا يخفى على شريف علمكم أن بعض المرضى ما يقدرش يتنقل في سيارة خاصة ولا في سيارة تكون غير مهيئة. سلوك إيجابي جسده سكان بلدية سيدي قادة عبروا من خلاله عن حسهم المدني، يقدم فعلا معنى التضامن والتكافل فيما بينهم في جميع الأوقات.